السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين بنياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جايب لكم هو الصراحه ما كاينش ما احسن من الخبز سخون، وما كاينش ما احسن من الخبز اللي تاكليه في الفطور وتاكليه في كاسكروت وتقدري بعد خطرات انك ديري به تاع ماكله ديال العشاء ولا الغداء. هنايا غنحتاجوا اللي غندير دابا سميتو مخمر، ما عرفتش تقول لي نتومايا بطبوط يس بطبوط. اللي غنحتاج هنايا جوج كيسان ونص ديال الطحين ولا بارد ديال الزلافه، معلقه دتاي ديال الخماره، ومعلقه دتاي ديال بيكربونات الصودا، ومعلقه كبيره ديال السكر. نخلطوا هادشي هذا كامل، معلقه ديال الملح، باش تمجو الخليط لينا. هنايا خلطناها مزيان، غنجيبو جوج معالق كبار ديال الزيت الروميه، وغنجيبو حامضه معصره، نعصرو حامضه هنايا تقريبا حامضه تتعطيك معلقه ونص ديال جوج معالق ونص ديال الحامض. الا كانت عندك حامضه كبيره حاولي تعبريها جوج معالق ونص. وهنايا عندنا حليب دافي غنزيدوه بشويه علينا. هادي راها عجينه ماشي كيكه، ما عرفت انا علاش داير هاد الفوي هذا، راه شويه غنخشي ليا. المهم نزيدو الطحين بشويه، نزيدو الحليب بشويه اللي هو دافي، هذا كاس ديال الحليب دافي، وبعد الخطرات اوتش اسمحوا لي، وبعد الخطرات كيكون الحليب تيكون طحين جديد ولا قديم على حسب الليكود، على حسب المقادير اللي غتحتاجي فيهم. بعد خطرات يا اما تحتاجي حليب زايد ولا حليب ناقص. دابا هنا غندوزو نخلطو بيدينا، تنحصلو على عجينه رطبه، ما هي قاسحه، ما هي جاريه. نزيدو اللي بقى لينا ديال الحليب، باقي واحد شويه ديال الكاس، شوفوا واش نحتاجوه. وبعد 10 دقائق خلينا العجينه ديالنا ترتاح. ها هي دابا نجمعوها من انا عزيز عليا نقطع هاد العبار اللي عندي، انا نقطعو على 6، وبعدين انتيا ولا انت غتشوف العبار ديالك. يلا دابا هادو وانت غنجمعوهم بحال هكايا، نحطهم هنايا بجنب، يلا نوجدهم وغنعاودها. شوي الزبدة غنوجدوها باش ملي غنطرحوهم أي مقلة تتنفع، أي مقلة تتنفع. المهم نعاودو وحدة أخرى وفي نفس الوقت نقابلو هذه. هكا تدوري نص 4 دوائر ولا 3 دوائر،
مدهن انا عاودها مدهن حتى شي حاجه في المقله هتجيها بدات تسخن هديو معها وهنا هي فين تنديرو الزبده وتقدري ديري اي زبده بغيتي يعني تقدري ديري فيها شويه الزعتر وتذوبيها تقدري فيها ديري فيها شويه ديال الحباق وتذوبيها تنسمي هادو باش ما بغيتي صافي يلاه تلاقاو منين يطيبو ونوريكم كي تيطلعو الصراحه راه شهوه منهم ونزيدكم حاجه اخرى انك الا بقى لك منه درتي منهم بزاف تتفريزيهم تديهم في الكونجيلاتور هكا وهذه هي النتيجه الاخيره ديالو ان شاء الله تجربوهم وردوا عليا ها رمضان قرب وهذه هي الفرصه باش تجربوهم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونتمنى انكم يعجبكم